بعد أن انتظر الجمهور عودة شريهان إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب استمر أكثر من 10 سنوات من خلال مسلسل دموع سندريلا الذي أعلن عنه كعمل تعود به شريهان قبل 3 سنوات، إلا أن الانتظار سيستمر مرة أخرى بعد أن أعلنت اعتذارها عنه بشكل نهائي، حيث أعلنت شركة كانج توت المنتجة للعمل على لسان المنتج هشام شعبان أن شريهان أكدت اعتذارها عن تقديم العمل، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعتذر فيها، وتكرر ذلك من قبل بسبب التأخير في الانتهاء من السيناريو الذي يكتبه محمد الحناوي. وكانت الشركة في كل مرة تستطيع إقناعها بالاستمرار، إلا أن شريهان رأت أن فكرة المسلسل لم تعد صالحة للتقديم في الوقت الحالي. أنا رايحة فين؟ رايحة أشمها وأنضيف. غلط يا حسنى، لازم تستني لغاية ما الحقيقة تظهر. حقيقة؟ الحقيقة باينة زي الشمس، أنت اللي عينيك كنت عميت عنها. حسنى لو مشيتي دلوقتي التهمة هتثبت عليكي. تهمة؟ بتتكلم زيهم. أرجوكي مش عايزة أفهم حاجة. أفهم إيه؟ خسارة، خسارة تعب الليالي اللي تحبته عشان أبقى حاجة تليق بيك. لكن الحقيقة إن كلكم ما تسووش التراب اللي بدوس عليه. امسك.